إن كي نلفت الأنظار في العالم لقضية احتجازي. نحن نعلم بأنه ما دام الاحتلال جاثما على قلوب، فمن هذه الأرض نهضت المحبة. هذه المبادئ التي من أجلها ولد يسوع المسيح، لك الحضور الكريم كل باسمه ولقبه، كل عام وأنتم بأرض المقدسة إلى كل العالم، وندعو العالم أجمع. رسالة إضاءة هذه الشجرة مساء الخير. هي رسالة الميلاد، رسالة ميلاد أمير السلام اللي أجا إلى العالم لحتى يعطينا السلام الحق والعادل والشامل. أكيد أنتم مش جايين تسمعوا رسالة كلمات. رسالة لأبناء شعبنا الفلسطيني، ما تخافوا، مهما طال الألم الأمل آتٍ، يعني مهما طال العذاب والاحتلال الحرية آتية. هذه هي رسالة يسوع المسيح، بأنه سيكون في يوم من الأيام أن يرفع علم فلسطين على أجراس ومآذن مدينة القدس، قدس السلام. رسالة إلى العالم كله، نحن كشعب فلسطيني شعب واحد، زي ما أنت شايف الكهنة والمسيحيين مع إخوتهم الشيوخ والمسلمين يحتفلون معا بهذا الحدث المميز، فهي رسالة لكل أبناء العالم أنه نحن واحد مهما اختلفنا، ورسالتنا واحد، رسالة محبة ورسالة سلام. إلى السلام الحقيقي الذي علمه مخلصنا يسوع المسيح، نتطلع دوما إلى الأمل بإسعام بهذه الزينة، وإن شاء الله في الأعوام القادمة تكون هذه